أهلا بكل الناس بس شاهدونا. نعم، التحول من المديح للغناء كان سلس ولا كان تحول صعب والله على المستوى طيب الشخصي؟ كويس انك سالتني السؤال ده. انا طبعا يعني معظم الناس مفتكرين ان انا خليت المديح بطلت خالص يعني. واتجهت للغنى، وده ما حقيقي. يعني انا يعني ماسك الدربين والحمد لله ماسكهم تمام، ما ضهيب ده، شغال في مجال المديح لسه ومجدد الحمد لله ماشي فيه تمام، بالاضافه لمجال الغنى هسي، وما شايف انه فيهم اي نوع من التناقض او تقدر تقول ما شايف اني جبت لي بدعه. يعني قدامي عدد كبير من الفنانين المحترمين اللي كانوا بيمدحوا وبيغنوا في نفس الوقت، وعلى سبيل المثال الأستاذنا الكبير صلاح من البادية، الراحل أبو داود، إسماعيل حسب الدايم وكده. يعني ما فما حسيت شايف الموضوع ده نجد ممكن يفقدك جمهورك، خصوصا انت في يعني في كل تحول في حياتك الموسيقية بتكتسب جمهور جديد؟ يعني لو كنت في صحيح الفرقة كان في جمهور بسيط، بعد شوية مشيت على الثنائي الجمهور زاد شوية، هسه صحيح الآن انت فردي فالجمهور حيزيد يعني، حيزيد أي أو هو أوريدي زاد وانت الآن يعني نجم شاب، لكن ما حسيت انه الحاجة حتفقدك مصداقيتك بالنسبة للجمهور، ما حيقدر يتقبلها؟ والله. أنا طبعا بيبقى العهد اللي بيني وبين كل الناس اللي بيستمعوا لي إنه أنا ما أقدم حاجة تتناقض أو تتنافى مع المديح. يعني ما حقدم غنى فيه إسفاف أو كلام ما يليق. يعني فطالما إنه أنا ماسك الدرب الكويس إن شاء الله ما هيحصل أي مشاكل بتحصل مشاكل. إن شاء الله. بتتذكر أول مرة غنيت فيها غنى عديل ما مديح؟ هاي في بداياتي في منتصف التسعينات يعني، لكن البداية الفعلية بعتبرها كان في الدورة المدرسية في مدني سنة 96. كنت بمثل ولاية الخرطوم أنا والأخ الصديق الفنان محمد حسن حاجة الخضر، أيوه. مشينا مدني وغنينا، كنت بغني للراحل مصطفى سيد أحمد، يا سلام، خوي العثمان وكذا. جبتوا ذهب في الدورة دي والله؟ طبعا أيوه ما شاء الله. الحمد لله نجحنا تماما. لكن سؤال ما زال مطروحين على المستوى الاحتراف، يعني بعد ما انفصلت من أشرف يعني وبقيت تغني براك، أول مرة غنيت فيها الصدى العام كان شكله شنو؟ والله طبعا يعني ما حظك مستغربين بتقول الناس ايوه كانوا طبعا والله. ايوه ده مش الزول اللي بيمدح ده مش كده، لانه فتره الاولى اللي كنت بغني فيها ما كنت مشهور يعني، اي فده اللي بيغني ده اللي بيمدح عشان بقت عملت حاجه كده راو يعني. فبعد ذاك انا تكلمت في الجرايد وعملت كم لقاء في عدد من القنوات التلفزيونيه، وريت الناس توجهي الجديد عامل كيف، وقطعت عهد على الزول اللي بيستمع لي انه انا يسمع مني كل حاجه جميله ان شاء الله. نحن عشان نواصل في العهد نقوم نسمعهم تاني برضو حاجة جميلة، نسمعهم جميل نسمعهم أغنية بلدنا زي القمرة، كلمات والحان أستاذ سيد أحمد عبد الحميد، ودي أنا بعتبرها من الأغاني يعني اللي عملت لي صيت وسط الناس كده وجابت. أكثر زول أنت اتعاملت معه على مستوى عملك الخاص هو سيد أحمد عبد الحميد؟ أحمد عبد الحميد بالإضافة لعدد كبير والله من الشعراء، من الشعراء نذكرهم بعدين إن شاء الله، حنحييهم كلهم إن شاء الله. لكن الآن نستمع إلى بلدنا. بلدنا زي القمر ضيعها ما فرز، لا لون عليه لون ميزت